فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أبي يريد العمرة وهو مريض بالنزيف، فهل يجوز له بعد الإحرام بالعمرة أن يلبس شيئا تحت الإحرام لمنع نزفه؟ كيف وش يلبس؟ وش يبي يلبس تحت الإحرام؟ يلبس شيء مخيط محيط ببدنه، هذا يلبسه عند الحاجة ويفدي. إذا احتاج إلى لبس شيء من المخيطات على بدنه أو على بعض بدنه يلبسه للحاجة ويفدي. نعم.